بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقت الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد. بالليل الطقس هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة في فرص لسقوط أمطار متوسطة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من مطروح والأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى. طب وكمان في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، صباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن امبارح حضرتك نفيتي وجود إعصار نهاري اللي الناس كلها بتتكلم عليه على السوشيال ميديا، لكن في حالة من عدم الاستقرار النهاردة على معظم محافظات الجمهورية، وخاصة كمان محافظة الإسكندرية بدأت تاخد استعداداتها لمواجهة الأمطار. عايزين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة. هو طبعا بالفعل يمكن احنا من نهاية الاسبوع الماضي واحنا بننوه ان احنا خلال هذا الاسبوع هيكون في تأثيرنا بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي يتعمق بشكل كبير اليوم وغدا الثلاثاء ان شاء الله، فبالتالي هيحصل اليوم بعض التقلبات الجوية وحالة من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، كميات الامطار ومناطق سقوط الامطار هتزيد بشكل كبير. يمكن الامطار هتشمل اغلب محافظات شمال البلاد من السواحل الشماليه لشمال الصعيد. طبعا هتاثر علينا منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا مع كتل هوائيه بارده في طبقات الجو العليا، وايضا كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي رطبه، فاليوم هيكون في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه وايضا السحب الرعديه، ويمكن هي بدات بالفعل في المنطقة الغربية في سواحلنا الشمالية الغربية خلال الساعات الماضية، ومتوقع طبعا استمرارها على مدار اليوم، لأن اليوم متوقع طبعا تكون في أمطار ما بين المتوسطة ممكن تكون غزيرة أحيانا، وكمان أمطار رعدية على مطروح والإسكندرية البحيرة كفر الشيخ دمياط. الأمطار بتمتد بكميات أقل للمناطق الداخلية، فتكون أمطار متوسطة لجنوب الوجه البحري المنوفية والغربية والشرقية وكمان مناطق من الدقهلية، تمتد الكميات الامطار بكميات كمان لمناطق من القاهره الكبرى، لكن امطار القاهره الكبرى هتكون بعد فتره الظهيره مع دخولنا فترات المساء، هتكون امطار خفيفه ممكن تزيد عن خفيفه في بعض الاماكن وتصبح امطار متوسطه. القاهره الكبرى، مدن القناه، سواحلنا الشماليه الشرقيه، بعض المناطق كمان من وسط سيناء، وتمتد ايضا الامطار خفيفه لمناطق من محافظات شمال الصعيد، فكافه المحافظات فيها امطار متفاوته بالشده، بالاضافه كمان في استمرار لانخفاض قيم درجات الحراره خلال فتره النهار. هي تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام. العظمى على القاهره الكبرى هتكون 26 درجه مئويه داخل فتره النهار، فطقس ربيعي داخل فتره النهار في القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. يمكن درجات الحراره في الاماكن الساحليه اقل، فالطقس فيهم بيكون طقس مائل للدفء او ممكن كمان يعني في بعض البروده خلال فترات النهار. فترة الليل كمان مع الغياب التام لأشعة الشمس مزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة والبرودة، أجواء مائلة للبرودة فترات الليل، خاصة وقت الليل المتأخر واللي هي فترة الفجر وفترة الصباح الباكر، وده موجود في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان حليه بشكل كبير في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير. العنصر الثالث اللي موجود معانا كمان النهارده نشاط رياح، لأن اليوم طبعا هيكون في بعض هبات الرياح ونشاط رياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه. وجود نشاط رياح في القاهره الكبرى واغلب المحافظات هيساعد بشكل كبير ان احنا نحس بالتقلبات الجويه ونحس بانخفاض قيم درجات الحراره والبروده فترات الليل، هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه في محافظات شمال الصعيد والصحراء الغربيه. الحاله الجويه المتقلبه دي متوقع انها تستمر معانا بكره الثلاث كمان، يعني لسه في استمراريه لكميات الامطار. يعني النهارده وبكره دي حاله الطقس المتوقعه ان هيكون فيها هذه الظاهره الجويه من الامطار والرياح اللي يمكن هتكون بتقلل من درجه الحراره شويه، لكن احنا اهم حاجه عندنا والناس كلها بتسال والامهات كلها بتسال لبس العيد، هلبس اولادي من اول يوم العيد لبس صيفي ولا شتوي؟ فعايزين نطمن من حضرتك عن درجات الحراره وحاله الجو خلال ايام العيد.
طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. يمكن احنا لسه مكمل معانا التاثير المنخفض الجوي، لسه صباح يوم الاربعاء هيكون مكمل معانا، اللي هو هيعتبر فعليا اول ايام العيد ان شاء الله. هيكون لسه معانا فرص لسقوط الامطار لكن بشكل كبير في المنطقه الشرقيه، لان المنخفض هيتحرك اكثر للشرق، فيكون لسه عندنا بعض المناطق من سيناء سواحلنا الشمال الشرقيه ممكن فرص ضعيفه جدا لامطار خفيفه في مناطق من القاهره الكبرى، وده هيكون كمان فتره الصباح. مع تقدم فتره النهار الاحوال الجويه تستقر بشكل كبير، تبدا الجو يحصل فيه استقرار ودفء فتره النهار، لكن احنا بنتكلم على الملابس فتره العيد لازم تكون ملابس خريفيه او شتويه خفيفه، لان احنا مجرد ما اشعه الشمس هتغيب هنحس بالبروده، يعني حتى فتره النهار بالظبط بروده الجو هتبقى موجوده فتره الصباح الباكر اللي هو وقت الصلاه، لو احنا هننزل للصلاه وقت الصباح الباكر او فترات الليل، فعشان كده الملابس تفضل تكون ملابس اللي هي الخريفيه، مش لازم شتويه تقيله، هي ملابس خريفيه شتويه خفيفه، بلاش الملابس الصيفيه دلوقتي خالص، لما نقترب من فصل الصيف نقدر نرتدي الملابس الصيفيه تجنبا طبعا لنزلات البرد. ومع ثاني وثالث ايام العيد باذن الله الاحوال الجويه تكون مستقره تماما، تبدا قيم درجات الحراره كمان تتجه نحو الارتفاعات ونقدر نستمتع بالاجازه بشكل اكيد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعه اليوميه معانا دكتوره منار غانم وعضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 26 الصغرى 18، العاصمه الاداريه 23 17، اسكندريه 23 15، العلمين الجديده 23 14، مطروح 22 13، دمياط 24 17، بورسعيد 23 17، الإسماعيلية 27 15، السويس 57 15، العريش 25 15، كاترين 22 6، طابة 25 16، حلايب 27 20، شلاتين 31 21، شرم الشيخ 30 21، الغردقة 28 20، الفيوم 28 14، بني سويف 29 13، الوادي الجديد 31 17، اسيوط 29 12، سوهاج 30 14، قنا 31 18، الاقصر 31 19، واخيرا اسوان 30 19. نخلي بالنا في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره وفي امطار على معظم محافظات الجمهوريه، ما نخففش الملابس عشان ما نتعرضش لادوار البرد قبل العيد علشان نقضي عيد ان شاء الله يكون كويس. وكل سنه وحضراتكم طيبين. هرجع مره ثانيه لمنى ومصطفى عشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا، وطمنتينا كتير قوي، كانوا حيرانين يا ترى الجو هيبقى عامل ازاي، وبالذات الامهات حيرانه هتلبس ولادها ايه. كل شكر ليك يا دينا، وشكر طبعا موصول للدكتوره منى. Thank you.